السؤال الثالث، إذا جاء وقت الصلاة وأنا في الطائرة في رحلة أكثر من 12 ساعة، أيهما أفضل، أن أصلي في الطائرة أم أنتظر حتى الوصول؟ بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ، حفظك الله. إذا كان يخرج الوقت قبل الوصول تصليها في الطائرة على حسب استطاعتك، أما إذا كان الوقت لا يخرج وتصل إلى البلد في آخر الوقت تصليها إذا نزلت في آخر الوقت، لا بأس. نعم.